بركان والله الا بركان انفجر عليه واخا هو في الاول ايزيت. انا كذب عليك انا تفرجت في البين سبور وما عجبنيش شيبو باسكو ضرني الحال فاش سمعتو قال لربيع العفوي مبروك عليك حيت انت ودادي. هو علاش انت مالك من ليبيا من مصر ولا ما فهمتش؟ توانسه بيناتهم كي هذاك نبيل معلول سولو الخلصي قال لي الا كنتي في بلاصه البنزرتي شنو ما شنو تدير؟ قال لي لا احنا اسرار ديال البال ديال الترجي ما نخرجوهاش. قال لي لا راني كنهضر معك كمدرب. قال لي لا ما نخرجش الاسرار ديال الترجي. شوف هذا محلل اللي تم الخدمه ديالو كيتخلص عليها هي التحليل باش يحلل الكره. قال لي لا ما نخرجش الاسرار. وحنا شي بوف العافيه يقول لي مبروك عليا ويخرج عينيه مبروك عليا الوداد وصلت فلان. قال العفوي مبروك عليك العفوي انت ودادي زعما الودادي اللي يفرح مغربي ما يفرحش. نحن فرح انت مع الترجي ولا فرح مع الزمالك سي سا. هذا هو الفرق بين التوانسه والمصريين والمغاربه. تا تبنيش في بريمير ميطا لا ضربه جزاء يمكن اش يمكن سيد قلبو عفطلي على رجلو ضربو اش يمكن راه ما يمكنش كاع واخا ما يمكنش خليها تيمكن ما يمكنش خليها تيمكن في الماتش ديال الحسنيه هذاك المصري البيت داخل كيقول لي لا احنا ما عندناش اعاده وبنيش لا واخا يمكن خصنا احنا ديما خصنا نديرو ديما احنا المغاربه خصنا نساوي ما تساويش كونوا رجاله ودافعوا على بلادكم وخرجوا عينيكم باش ديروا حتى نتوما ديروا هذاك لو بوفوار هذاك ديالنا حنا المغاربه ونخرجوا محلين هذا المرعودين اصاحبي هذا الشيء اللي كيجهني انا كيبغي يسطين وتخرج عينيك ودافع على فرقتك ودافع على بلادك ودافع على الكره ديالك. كاين حتى شي واحدين اللي قلت لك شافوا بان الربيط كان منحاز للبركان شافوا وكاين بالنسبه لي واخا يكون منحاز لان هادشي راه حنا كلينا فيه العصا وهذا هو السعينات. شوف حنا باقي كنتسناو التحكيم يدير معنا مزيان راه باقي كنتسناو دابا قلت لك انا باقي ما دار معنا والو هاد الساعه شي وحدين تيقولوا انا